الوليد كيس براد دخل وما تصيب من تم سلاكم يا دعوتهم كيس شوكة دخل وما تصيب ليها مساكم تلقى في الدنيا مودر والله غارق في بحور الهلاكم يا بشر بالخير راك ساعد يدك اللي كنت تحزم بواكم انهار الضيق راك تسلك ما بين القرطاس ربي نجاواك غادي نبدا في كلامي واسمع لي طاي عمك وباك احسن بالوالدين ديما سيدي ربي في كتبه وصاك ياللي ولدك فيهم احسن ولا تسمح شايف اللي رباك الوالدين كيس سدره تدخل وما تصيب من تم سلاك يا دعوتهم كيس شوكه تدخل وما تصيب ليها مساك تبقى في الدنيا مودر والله غارق في بحور الهلاك يا بشر بالخير راك ساعد يدك اللي كنت تحزم بواكم انهار الضيق راك تسلك ما بين القرطاس ربي نجاكم خلاص الوالدين صعب تخسر مالك كله ولا يزيكم بالك انت تكون غلط تسمع القول بغيت نوصيكم بخطر طيع الوالدين اللي يحبوا الوالدين في كل مكان خلاص الوالدين صعب تخسر مالك كله ولا يزيك بالك انت تكون غلط تسمع القول بغيت نوصيك امك شحال فيك حزمت ولا تمرض ياك هي تديك يا زارت بك كل ولياء او تطلب ربي الله يشافيك يا تسع شهور في بطنها ونهار اللي زدتك فرحت بيك ايام الصيف والسماء يموت ردعك في الصدر وتربيك لا تمرد تقول ولدي وما ترقد شي امك بلا بيك ولا تبرى تقول سعدي وتحزمك في الليل وتلوري بيك يا باك شحال جاب كسوى نفسه عريانة وانت يا يكسيك باك على الناس خمس وشالك لبس وباش يقريك اسمع القول تصنت هذا الشيخ اليوم راه يوريك الدنيا راها تسافرت هلا وصفا مع والديك يا وليدي في خطرك حسن محمد مصطفى في خطر النمون ولاد عبد القادر صحاب كارلوس يا باك شحال جاب كسوى نفسه عريانة وانت يا يكسيك وباك على الناس خمس وشالك لفتو باش يقريك يسمع القول يتصنف هذا الشيخ اليوم راه يوريك الدنيا راها تسافرت هلا وصفا مع والديك إلا كان حسن سديهم ربي والمال